الحكومة المصرية تكشف عن شخصية شريهان مونورة من خلال القبض عليهم. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر اللايك واشتراك. حيث أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين شريفة وشهرتها شريهان منورة وشهرتها زمرودة، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري. السيدتان قام بإنشاء قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياة العامة، وذلك بهدف تحقيق نسبة مشاهدة عالية والحصول على استفادة وربح مادي. أيضا استدراج العملاء من خلال برنامج التواصل الاجتماعي من الهواتف المحمولة، حيث قررت النيابة حبس شريهان وزمرودة لانتهاكهم حرمة الحياة الخاصة. وذلك عن طريق ما يسمى وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات غير لائقة وسبابا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا تلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع الفيسبوك، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك بالتزامن مع ما تبينته الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من خلال المتابعة والتحريات. وبسؤالهم ومواجهتهم أقروا أنهم قاموا بإنشاء قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضع لها عناوين تتضمن إيحاءات وألفاظ غير لائقة، وذلك بسبب رفع نسبة المشاهدة والتربح منها واستغلال ما حققناه من شهرة من خلال هذه القناة.